قادمة على كل المستويات. بكل الملاحظة اللي نشوفها توا في الدوري التونسي انه منذ بداية البلاي اوف مش كان في المباراة هذه ضد الاهلي المصري يقبل برشا بونتوات، تحكي على الغيابات، غيابات في الهجوم في خط الوسط، لكن الدفاع تاع الترجي هو بيته منذ بداية الموسم ما تغيرش، لكن تقدم المباريات اصبحت اخطاء بدائية اللي تكررت في عدد المباريات، ما نعرفش الاطار الفني ما تعاملش معاها كما ينبغي او شنو اللي يخلي هكا السذاجه هذيك خاصه في ماتشات هكا. ثم حكيت انت على الديسكور وكاني بكم ما نعرفش لو كان شاتتني غير ما نجحش الديسكور نتاعكم لما تقول لي الفريق لما قبل بونتو في ربع ساعه و10 دقائق الاولانيين انهار. يعني يولي انا نشوف الديسكور نتاع المدرب نتاع الاطار الفني يولي يلوم فيه هو. ما قلتلكش انهار انا، قلتلك عملنا شوط اول ممتاز وخلقنا فرص لكن ما حلفناش المنسجم. انت سالتني على الدفاع، الدفاع لا مش اربع مدافع معاك. يعني الدفاع منظومه دفاعيه كامله. انت لما ما يكونش عندك الهوني ما عندكش تكون شد الكره لقدام، ما عندكش غيلان بالخبره نتاعو ما تمسكش الكره في وسط الملعب، ما عندكش بن عياد قدام كيف كيف. تولي الدفاع يقبل في اللعب والاخطاء تصير، يعني مش توقاي ومرياح وبن علي ولا مش كيما وبن حميده. لازم تشوف شكون وسط الميدان اللي قدامهم لاعبي الاطراف. لما تكون نسبة انت الكرة عندك، الدفاع بتاعك يبدا دائما تقريبا جاهز بدنيا، لما يقبل اللعب وتكون الهجمات كثيرة عليه، تبدا تصير الأخطاء وتفقد التركيز. أنا كيستيون؟ قلت البنت الأولاني في المتناول، حبنا في المال أساسا تبدا من حارس تضرب عليه باش يمشي كوب دي موند عنده بلاصة في المنتخب التونسي، الحارس ما عندوش كونفيونس جنبه، والشيء هذا يتأكد في مباراة اليوم. ثاني سؤال، التغييرات اللي كنتوا بها، لو كان نفهموا ما فهمناهمش، أنا واحد من الناس ما فهمتهمش التغييرات اللي قام بهم الإطار الفني. التغييرات واضحة، بوغرين خلى ليس البدل، خلى ليس البدل عليه وقت خلى معتز صداد. حبينا نحكيو أكثر توازن وسط الميدان، الكوري وصداد وبدر الله، وصداد مشى على اليسار وعافيه على اليمين، من بعد بن علي حس بعض الأوجاع، دخل مشموم، عزيز كيف كيف، حاول نعطيو أكثر نفس هجومي، فهمت؟ شاد عافيه تعرف عمل مجهود كبير وقدم مقابلة كبيرة، يعني تعاملنا مع المباريات بعد. التغييرات بطريقة عادية. بالنسبة للتحديد. رأيك أنت محترم، أنت شفت اليوم ما عندوش ثقة في إمكانياته. أنت قلت في المتناول الهدف، أنت ديجا حملت المسؤولية. لا ما حملتش المسؤولية، أنا قلت لك أحلى إطار فني تحمل المسؤولية. كي يغلط أي لاعب حارس ولا أي لاعب، الإطار الفني اللي الناس تقول تحمل المسؤولية، يعني أنا اخترته. ستقدمش. فهمت؟ اليوم يغيب لك معز حارس خبرة عنده مكان وصدق يقدم مقابلات كبيرة، مش لأنه هدف شد ولا مشد، مش هذه المشكلة. حتى الهدف لو مش خطأ، هدف عادي كذا في التسعين، مش يأثر على المعلومات اللي عليها. دونك ما تقولنيش اللي ما قلتوش.